وصاي وين رحت؟ انا بزعل عليك، قسم بالله بزعل عليك. جاوبني، شو هو اغتصاب مكسيكي؟ لا هي على طريقتكم، انت مو عايش بالسويد مشان هيك على طريقتكم وما في اللي انتم بتحكوا. السويد قارة ومكسيك قارة ثانية، يعني في عشرات الآلاف من الكيلومترات بيناتنا، شو هي الاغتصاب المكسيكي؟ يعني مشان انت تفهمها كيفك طلعت مني عفوية. ما بفهمه، شو معناته؟ على الطريقة المكسيكية يعني بدي اول ما اشوفها بدي اشمط لك اياها كفين ثلاثة لانها زنديقة مثل ابوها، وبدي اخذها بعدين عند الوالي بيزوجني اياها، وبعدين باخذها على البيت وبخليها تجلي وتطبخ مثل الكلب. تمام، انبسطت؟ انت يا قصي، انت الان لما بتتكلم بهذه الطريقه، انت هل تعتقد انك بتدافع عن دينك مثلا؟ يا بدافع عن ديني لانك انت زودتها. انا ترى اخلاقي مو هيك، يمكن اول مره بس بل الناس كلها تعرفني تشهد باخلاقي، بس والله واحد يا وسخ قصي، مثلك هيك هذه بده هيك بده مسبات هاي. مو مسبات واحد اول مره يسب، ها هذا مسبات واحد طالع من قمامه القران ومن قمامه السيره النبويه. لا انا دارس السيره النبويه، بس انا ليش ما هو سبيت؟ إذا أنت انا ما بسب حدا. شوف دارس السيرة لاني النبوية رسول انه الله لعن عشان هيك الكافرين بالقران، أخلاقك هيك مزبوط يا ولا أبو لا؟ اليوم عمرو. انا بس وقت اسبك حلال ليش؟ لاني الله سبحانه وتعالى لعن الكافرين بالقران كذا مره، لعن الذين أنا كفروا هل من بني ربك ما اسرائيل، لعن بينيك الفلان، أخوات لعن علم، الكافرين؟ فبجوز اسبك انا ما راح اتحاسب، اعرف فباخذ مجدي جاوبني، معك. هل ربك بينيك أخوات الكافرين كمان؟ ها وما ملكت ايمانكم حلال على المسلمين، كل واحد مسلم ان شاء الله يفوت يغتصب 10، انا معك اخوي يفوت انك خواتهم خليهم يا يسلموا يا اما يدفعوا الجزيه وهم صاغرين، يا اما ينتاج خواتهم يجي غيرهم، يا اما بدنا نفرمهم كبه ان شاء الله. بالله عليك انت بإدلب، والله بدله. لكان مو ممنوع انك تدخن هناك؟ لا هي يقول لك كبيره من الكبائر بس ما هي ممنوعه. لا الدخان كبيرة من الكبائر ولا الأرجيلة؟ هن الدخان والارجل نفس الشيء الاثنين، هذا انت بتدخن ولا بتأرجل؟ بارجل انا ما بدخن، يعني مو كل مره، بالشهر مره هيك شغله، اليوم شغلتها. لما بتتعصب تطلع معايا بتحب تأرجل، ها؟ لا وقت انا انزعجت منك الصراحه، انا فايق بكير الصبح، وانا من اول ما فتحت انت كنت بالبس، وانا متوعد لك من زمان بس ما كان عندي انترنت، تعرف انترنت انا ضعيف، فرحت عند زاويه فيها انترنت وهيك محل بارك فيه لحالي وتفضيت لك، وجيت قلت بدي فش قهر الله كله فيه، فض اللي كيف؟ بقلبي منه لاني كسرت الجوال مرتين بسبب هالعرس، وجيت الله فضيت الله، بدك تحذرني بدك تضربني بلوك لا لا، اللي ليش فارقه معي احضرك؟ انا بالعكس انا واللي صار سعيد معي انك امتد انت دشيت خشيت ونويت. غلك شويه. انا كل ما بيكون عندك مشكله نفسيه هكذا تعال عندي، اذا مشكلتك بتروح بانك تسب شويه عادي سبني. لا انا ما بسب حدا، قسم بالله يا شيخ يا محمد انا ما بسب حدا ابدا، والناس لا تعرفني، بس انت على قد ما بتسب الرسول وتسب شيء تجبرني انت اني انا سوي بشي، نبيك كانك انت عم واحد، تقول لي نبيك تعال تعال مكرم. يا قصي اغتصب بنت اللي عمرها 9 سنين مشان انا برضى عليك، مشان ما بضل يحكي لا انا برسالة ما غير بقول لك واضحة. هذا خيالك المريض اللي بيصور لك هيك، ولذلك انا انصحك يا قصي انك تبطل هذا الحشيش اللي بتدخنه يا حبيبي. ما دخلك فيني، انت خليك في حالك، انت مين يا مسكين لا تحارب الله، لك الله سبحانه وتعالى. أوه. شو قلت؟ والله اسأل الله، شو قلت هذا؟ يومئذ تمتلئ جهنم وتقول هل من مزيد، يعني لسه فعلا يقول في اخر، شو ربنا شو بيعمل لما تقتسم بتمتلئ امتي، شوف جهنم؟ تقتسم امتي على 71 شعبة، 70 شعبة في النار وواحدة في الجنة. انتبه على الحديث هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ايش بده يصير باخر الزمان بالحرب، ولا فعلا بيعرف أي اقتسمت حاجة، الامه كان نفع 71 شعبه أصحابه. بهالزمان هذا، انت والشيعه كان نفع والنصيريه والخاونه أصحابه. الف عصرته. الفكرة أنت يعني لما تأتي وتتكلم عن الشعبة وعن الجهنم وكذا، هل أنت مستوعب أن أنت بأخلاقك هذا ممكن راح تدخل الجنة؟ إيه نعم، انا ليش مستوعب؟ انا ما بسب، انا قسم بالله اذا بتعدى على واحد مسلم او واحد شيء انا ان شاء الله بينكسر ظهري اذا انا بسب واحد مسلم او واحد كله أنا في واحد حاله او واحد ما مسلم، تعدى عليه، أخواتي بس اللي مسلمات. مثلك هيك بده بدنا نيك اخته مشان ما يضل انه يتعدى عليها. قصي أنا أخواتي مسلمات، أمي مسلمة. انت اللي جبت لهم المسبه، بقول لك الكلب الشين بيجيب المرش لاهله، انت لا السبب، انا لا، ماشي عند خواتك بس انت السبب. القرآن يقول لك، القرآن يقول لك ولا تزر وازرة وزر أخرى، صح؟ طيب شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك نيكك بصير هون بحكم اللواط، ما بصير نيكك، مين بدي نيكك؟ طبيعي بدي اقول لك دينيك يعني أنت بنت. ضروري تنيك حدا الليلة؟ ايه مشان فيش قاري ضروري ما بدي نيك حدا عندكم اليوم، معيس في والا المنطقة؟ لا مشان اكسر عينك، عشان ما تضل تقول الرسول اغتصب والرسول عمل والرسول سوى. يعني أنت بهذه الطريقة أنت كسرت عيني ولا بينت أنه نبيكم
عديم الأخلاق، فشل في تربية والله انت الصحابة العديم وتربية الاخلاق، وانت الأمة. العديم الدين، وانت العديم الدين، وانت عديم الشرف، وانت عديم كل شيء، ليش قسم أنا بالله. عديم الشرف؟ هل أنا اللي كنت أغتصب الأطفال اللي عندما بيقول لي كانوا بنتي أغنياء؟ بتجي بتحكي من ورا ظهري مع واحد شاب وزعجبته بياض ينيكا عادي، هذا قليل شرف. ايه انا معك، اسال اهل العراق واسال اهل سوريا واسال اي واحد، جيب هلا الماني من الشارع جيبه واحكي له، الحكي ما بيرضاه. قول له انت بترضى بنتك بتروح تعبس من وراك، بيقول لك لا ما برضاها، ما لازم في تيجي عمل هنا ما تقول حدا ابوها يتكلم قدامي. بأي طريقة، لأنه الناس مش مكبوتين جنسيا مثلك هنا يا قصي. هنا في السويد مثلا الناس أحرار، لذلك ما حدا عنده مشكلة مع الجنس. أنا بشوف أنه أنت عندك كمية كبد جنسي، تعرف انا ليش كل ما بروح؟ حاجة بدك تعرف ليش تميل، انا ما كل حاجة بسافر بدك تميل. لاوروبا؟ تعرف ليش انا ما بسافر لعندكم عامل لاوروبا؟ مثل يعني تعرف، يعني مع احترامي الشديد لك طبعا، مش ما أقصد أنت، تعرف القطة والكلب لما أول ما يبلغوا إذا ما كان عندهم قطة وكلبة هكذا يروحوا يتزاوجوا معاها بيروحوا يصيروا سعرانين. أنا بحسك أنت عامل هكذا لأنه ما عندك حدا تقدر تمارس الجنس معاه، يا عيني عامل هكذا مش قادر. كل 4 كلمات أنيك أخوات، أنيك أختك، أنيك بنتك، أنيك كذا، أنيك طفلة، أنيك كبير، يعني في لا لا كبد يا جنسي. شوف شوف يا صالح، انا ما اخلاقي هيك، وانا لا ما يكبوا جنسيا والله ولا شيء، أخلاقك بالعكس. هيك يا شوف قصي، بس انت اللي بتجبر. والله بس انا أخلاقك بدي هيك. اقول لك شغله، ما في كل واحد حدا، سافر ما على في حدا اوروبا، انت يمسك بس الناس بدي بأي منك طريقة تذكرني من بهذا أول الحديث مرة. تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من تولاهم في ظهورهم فالرسول بريء منه. خبرني هذا الحديث، ذكرني بيقول اللي بيسافر على اوروبا شو حكمه بالاسلام؟ انت بتعرف شو حكمه؟ اللي يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أضلع المشركين. يا عيني عليك، شفتوا شو انتوا الجماعة اوروبا، شفتوا الحديث هذا، الحديث مظبوطة في صحيح مسلم. صح، يعني أنت المسلمين عندك كفار اللي وين موجودين في المسلمين؟ أوروبا. لا الرسول قال، ما انا قلت انه اللي يتولى في ظهورهم فانا بريء منه، الرسول هو عم يتبرى منه، ما انا اتبرى منه. والله بعد هذا فانا تبغى لهذا تقوله السبب ما لربعك، بطلع، عشان وما راح تتدخل اطلع، فيه. وان شاء الله اقتل هون ولا اطلع واشوف هيك اشكالك بهين والله وبدين راح وبهين، تجي انت بيعرضنا في ليه الغالب سبعة اول الدين ما راح وكرامته يجوا ما لا. يهجموا على 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 ادلب، انت اول ايش واحد راح تكون تهرب. ما فهمت ادلب شو بيها؟ اول ما يجوا يضربوا ادلب انت اول واحد راح تهرب من ادلب. فشرت قسم بالله فشرت. انا من 2015 على فكره انا مش صوب مرتين، بس احكي لك شغله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزه ورجل ذهب الى امام جاهر فنهاه فقتله. شو بدك احسن من المرتبه اللي عم يعطيك اياها؟ سيد اهل الشهداء حمزه ورجل ذهب الى امام جاهر فنهاه فقتله. انت عم تطلع على امام جاهر وبس نهيته وقتله انت خلص. قاعد تطلع انا تتكلم احنا اي ما لنا كلمة مشترين الدنيا، قدام احنا امام مشترين الاخره يا جاهر. حبيبي. وما متاع الحياة الدنيا إلا قليلة، ما من أذن شو سمعت معنى وما من متاع عين رأت وما الحياة خطر على الدنيا؟ قلب بشر. ما تسمع، أنت ما بتعرف الأحاديث هي مو؟ لا بعرف كل الاحاديث انا، شو معنى متاع الدنيا؟ ما متاع الدنيا إلا قليلة، هاي المتاع، يعني شايف إنه هاي الحياة هاي كلياتها اللي نحن فيها كلها قليل بالنسبة للآخرة. بعدين بدي أقول لك شغلة كمان بالدين، يقول لك ومن أعرض عن ذكري فله عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اختصرت أعمى. الآيات، يعني والله أنت أنك حتى اللي تختم راحوا على الآيات أوروبا على تفكرهم جبريل مرتاحين؟ ما هم مرتاحين، لأن على من أعرض عن محمد ذكر على الله فله الصحابة. معيشة ضنكا. هلا اللي بأوروبا كلهم عيشتهم ضنكا، أنت أنت عيشتك أنت تعبان نفسيا. اليوم عملت يعني عملية اغتصاب حتى بالقرآن وجبريل، ليش؟ لأنه ما فيش هاي الآية اللي أنت بتقولها، ما فيش في القرآن، مش موجود. ومن أعرض عن ما ذكر الله فله ما معيشة فيش ضنكا موجود ونحشره هذا يوم الكلام القيامة الموجود، أعمى. ما في مش الحقيقة موجود. هاي؟ افتح القرآن، هذا افتح القرآن القرآن، هذا، أيوه هذا القرآن. موجودة في القرآن، أنا قارئها كذا مرة بجوجل، موجودة في القرآن هاي الآية، لا هذه الآية مش موجودة في القرآن، موجودة يا صالح، موجودة وأنا برانا. مش موجودة. وقال يا ربي كيف حشرتني أعمى وأنا كنت وبصيرا؟ حشرتني، شو كما بتقول يا أخي؟ قال لقد يقول لك كنت في الدنيا نسيت واليوم لعنت كذلك مسلسلين اليوم القرآن تنسى. كافي، لا تقرأ قرآن. ها؟ لعنت القرآن، أنت بهدلته معاك. لا استغفر الله، معاذ الله، انا الله الله ان شاء الله يكسر ظهري اذا انا عم بحرف بالقران وعم بزيد ليش بتحرف من الله عنده. يعمل ويسوي؟ ما اتركك انت من القرآن. انت شوف يا قصي، والله انا بشوف ان انت انسان جميل، بس هذا الدين عمل منك كائن مسخ. اتركك من هذا الهبل اللي انت فيه. لك لا تقول لي هبل بلاش، انت انا بدي انصحك نصيحه لوجه الله. شوف بدي انصحك، شوف بعيد عن المسبات وبعيد عن كل شيء، بدي اقول لك يا صالح لسه قدامك فرصه، باب التوبه مفتوح تراها، عن جد باب التوبه مفتوح وفيك ترجع، لان الله وين غفور هذا رحيم. باب يا بني التوبة؟ ادم وين لو بلغت موجود؟
ذنوبك كنت عرضت موجود. السماوات والأرض لغفرت لك لحظة ولا أبالي. لحظة، باب التوبة باب إنك تعود التوبة على حافة وينه؟ قبرك. يعني لحظة أسألك لحظة بالله، 40 سنة، شوف شوف 40 سنة لك بالشريعة، يا عمي، 40 سنة اصبر آخر 5 اصبر سنين اصبر ارتديت، ما شوية، أنت في اسكت مخك شيء؟ اسكت شوية. وين هذا باب التوبة؟ هاي الآية اللي بتقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا أنا ما تقنطوا من بقول لك رحمة الله. الآية، أنا بقول لك وين هو باب التوبة؟ باب التوبة بدك شغلتين، هلا أول شيء على البس بتقول أشهد أن لا وين إله إلا هو، الله محمد وين رسول، هذا شهادة في الباب، وين الإسلام. موجود؟ ها؟ وين موجود هذا الباب؟ أنت عم هيك تتمسخر أو شيء، عم أنا تستغل بسألك بينا أنت، أو مو شيء. تقول باب التوبة مفتوح، أنا أقول وين، وين موجود هو؟ موجود عند رب العالمين، وين موجود؟ موجود وين بينك عند وبين رب نفسك. العالمين؟ في أي منطقة؟ في الحارة تبعه ولا في الحارة عند الجنب يعني؟ والله خفيف دم، ها تنكت كمان. قسم بالله، شوف ان الله حكيم يا شباب، يا شباب مش الله حكيم، حكيم، يعرف شو الله راح مش يصير زي حكيم. ما قام شلوا لو كان بالدنيا قبل الاخر. حكيم، أن لو كان حكيم كان أرسل لكم ناس عدلة، أنبياء كلهم زبالة، شو هذول الأنبياء هذول؟ وحسبتم ان تدخلوا الجنة هكذا يا حبيبي، بدك تعدي بمصايب، بدك تعدي بحروب، الجنة ما هي ببلاش يا يعني شوف صديقي شو صالح، هي الجنة المصايب، ما شو تجي هي هيك المصايب، بالمجان. شو لو هي الله المصايب خلقنا كلنا ونبيكم واحد مسلمين وكلياتنا مختص؟ بنصوم وكلياتنا يعني بنصلي وكلياتنا شيء، أنت يا وين أبو اختبار صيف في مثلا، الموضوع؟ لحظة خليني أذكرك شوي، شو هي الحكمة في إله يرسل واحد مختصب للناس؟ بك ما هو مختص بتزوجها يا يا زلمة، لا تزوجها زواج مختص، رسمي. لما أنت بتروح بتنيك وحدة طفلة عمرها 9 سنوات، هذا يسمى اغتصاب، ما يسمى، يسماش زواج. طيب شوف، انا بشوف قلت لك هالسيره هاي بالذات لا تفتحها معي، بس فتحتها معي رح بدي ارجع السباك، عرفت كيف؟ انا ما تفتحها معي لان هالسيره هاي بكرهها، عرفت شو؟ انا حاشر وصوصه تكرهها على وتتبرأ من نبيك، ليش يفكر هاي بتفكيري بعقلي تتبرأ؟ اني سيء فيه الظن بما او أنك شيء. تكرهها، تعرف ليش تكرهها؟ لأنها بيذكرك بخيبة نبيك. لا ما ذكرني بخير نبي، انا الله لو بدي اروح افتح، بلى، شوف شوف انا لأنه اللي تعرف قدامك، ليش؟ انا تعرف ليش؟ لو بدي اروح تعرف لو شيء وواحد زوجني بنت عمرها 9 سنين قال لي اتزوجها، هاي قدامك وانا جاهز اني لو اقتدي بيدك يا برسوله، كيفني لحظة معك؟ كيفني معك؟ لحظة، لو بيدك أنت كنت تخلي إنه عمر عائشة يعني 18 سنة بدل ما تكون اغتصبت في عمر 9 سنوات، ولكن لأنه مش بيدك وأنت خجلان من هذا الموضوع عشان هيك بيزعجك. لا انا مالي خجلان، بس انت لانك مدلس يعني كيف بدي احكي لك، بتشوف الامور بكل ما بتقول اغتصبها، طيب اليوم اغتصبها هو، اخذها عنوة، اخذها برضا ابوها وكتب الكتاب عليها واخذها برضي اطلع عمها ورضي اطلع، جدها، وكان كل لحظة الدنيا تقول له عمو مجموعين، محمد، عمو وعلى محمد فكرة تركت ثلاث ممكن، سنين تركت ثلاث سنين لحظة ما عمرها خليني دخل عليها، اعطيك يعني شافها كتاب ناضجة سهل لا عائشة، راح بعدين امك او شيء. لأنه النبي محمد لما كان يروح لبيت أبو بكر وعائشة لسه عمرها 6 سنين كان يطلع عليها تطليعات غبية جدا صراحة، يعني عليه الصلاة والسلام كان دماغه زبالة، عرفت كيف؟ كان يطلع عليها هكذا ويشوف البنية يا عيني، يعني طفلة تتنطط تقول عمو محمد عمو محمد عمو رسول الله عمو رسول الله، تجي تلعب معاه وهو يا عيني يعني صالح مجرم شوف انا بعرف ليش انت ويطلع بتفتح عليها السيرة هيك تطليعات مو بالذات، جيدة. انا بعرف ليش وهذا تفتح السيرة هيك، انت بتفتح السيرة هاي وهاج عليها، لحظة بالذات. خليني، لحظة لحظة، هاج عليها، هاج عليها هيجان شديد. قال أبو بكر أنا بدي هاي البنية. قالت يا رسول الله عيب، البنية طفلة. قال طفلة بكرة تكبر ما فيش، فصار يقلد يعمل حركة حمدي الوزير، عرفت كيف؟ فالمهم أول بقى سنتين ثلاثة لأنه لسه كانوا دوشة في مكة، أول ما وصلوا للمدينة قال أبو بكر أرسل لي البنية. قال يا عيني، فأبو بكر يعني قال لزوجته أم رمان تعالي روحي جيبي عائشة، عائشة كانت جالسة في المرجوحة تلعب، راتاتي ومعها أصدقائها، فتحي يا وردة أغلقي يا وردة، بيلعبوا يا عيني بيلعبوا في الشارع. أمها جابتها من إيده مسحت شوية وشها، مسحت له مناخيرها، مخاطة كان واقف واصل لهون يا عيني، ودتها لعند النسوان، قالوا زبطوا لي اياها، زبطوا لها اياها، وبعدين اخذتها وسلمتها لنبيك تسليم اهالي. حلال عليه، النبي حلال اول عليه، ما انت ليش شافها غيران؟ انت البنيه غيران انك ما كانت بتحزن تتغنى اصلا، انت بطل يوقف معك رايحه من زمان يا حبيبي، للجنبات يا انت عيني. تفتح السيره كانت بالذات لحظه لانك اسكت ضعيف شوي، جنسي، انت لحظه تفتح السيره اسكت، انك غيران منه، انت انت تفتح السيره كانت انك ما فيك تعتقد تحسن اني اصلا انا اثنين وما راح رايحه، تحسن اثنين كل انا عمرك، اسكت شوي. ما عندك، الله ما اعطاك هالمتعه هاي بالدنيا وراح يعطيك اياها بالاخره لحظه ان يا شاء الله، عمي معليش، انا فهمت كيف؟ ما بدي متعه، لحظه. البنيه يا عيني كانت فاكره انها رايحه لدريم بارك، قالت عمو محمد عمو محمد متى راح نطلع، وعمو محمد
بيعمل كذا، عرفت كيف؟ يعمل حركات حمدي الوزير، يخرب بيته. عم محمد قال تعالي الدريم بارك جوا، قال وين جوا يا عم محمد؟ عم محمد قال جوا هونيك، روح انزعي ملابسك لين ما انا اجي. قال شو، كيف انزع ملابسي يا عم محمد؟ وهي كل هذا الكلام بتقوله عم محمد عم رسول الله، حلال عرفت على كيف؟ قلبه، حلال على قلبه، تعاش كيف حياته حلال وعلى على الله، قلبه؟ عم الله يغتصب يعطيه الحرية الصحة بالجنة ويعطيه الله البلاء. واغتصب بالدنيا وعم يغتصب فأخذ بالآخرة. انت شو دخلك معه؟ إجا يخرب حلال بيته عليه، اذا عم رب العالمين محمد، هيك بده، انت شو اغتصب خصك؟ البنية، وما ينطق اغتصب عن الهوى الا البنية، هو وحي يوحى. يعني اغتصب البنية اذا اللي خلق والبنية العباد هيك بده، اغتصب. انت مين اللي حدك تحط حالك راحت بيناتهم؟ لعند امها، لحظة اسكتوا شوية، اسكتوا شوية. راحت لعند امها، قالت ماما ماما، قال شو؟ قال عم محمد ضربني. قال ضربك بشو يا هبلة؟ قال ضربني ما ادري، كان عنده شغلة بين رجوله ضربني بيها. ما طفلة يا عيني، ما بتعرف هذه السوالف، عرفت كيف؟ فقال تعالي يا بنيتي تعالي خليني يا ابوك اخي يسكت. اطلع من قال هذا راسي، اللي عم اقسم بالله محمد بتضرب بيضربك فيه، الموبايل بدي انا كسره. ابوكي دائما بيضربني فيه، يعني عرفتي كيف؟ عرفت كيف؟ ففضيحة والزبالة وشريعة قندرة ومقرفة، ويعني خجل واحراج من هون لباب السماء. انا لو كنت محل انا لو كنت محل راح اعمل نفس الشيء. وانت بتغار منه لانك ضعيف جنسي، فهمت كيف؟ وانت بتغار أما منه في لانك واحد ما راح بتحسن اغتصب طفل اتليك، عمرها وانت 9 بتغار منه سنوات؟ لانك محروم من الشغله اللي الله سبحانه وتعالى اعطاها لك، كل الناس اللي لك ما اعطاك اياها، أنا اللي فهمت محروم؟ كيف؟ لا لهذا لا، الشيء الله تطلع شلك لي عيني في وذلك عينك بالدنيا كذا، وراح يذلك بالاخره. قصي قصي، اطلع علي عيني في عينك كذا، أنا اللي محروم؟ ايه محروم انت؟ ايه اليوم عدو المأخذ المشلول، كيف بده يحسنينيك؟ ها بيني وبينك يعني قدام الناس كلها. يعني قصي، أنا اللي محروم بالله عليك؟ ايه محروم، محروم انا يعني اللي نكذب على كل بعضنا؟ انت اليوم 4 مريض يعني، كلمات وليس على المريض واحده حرج يعني، قولها بصراحة. منهم لها علاقه بالكسي لا بس هاي المتعة الله ما اعطاك اياها، هذا الشيء انت بتتحدث بالسيرة هاي بالذات لانك انت ما عندك هاي الميزة، فهمت كيف؟ انا يومك والثالث تكون بالنيك. بغض عندي النظر، نقص بس هذا ما يمنع انه بتحدث نبيع فيه قصته على طول طفله. بهالشغلة، انت هذا بالذات انت الكلام عابد يا لانك ما يا فيك تتمتع قصي بهالشغلة اصلا. قصي، هذا الكلام ما يمنع انه نبيك اغتصب طفله. يا اخي اقتصبها، انا بدي اجي معك اقتصبها. تمام انت فخور تمام بنبي مغتصب. اغتصبها يا اخي، انت ليش زعلان؟ اذا ابوها انا رضيان مش والله زعلان، رضيان، انا انت زعلان شو على دخلك؟ البنية المسكينة. وين مسكينه؟ ظلت عايشه 55 سنه بعدها معه، وين مسكينه؟ مش ظلت عايشه معه بعد ما، اي حتى والله، بعد ما توفى كانت ظلت تبع تنشر الشعب الدعوية. رضي الله عنها وارضاها، ام المؤمنين هي ام رضيان، هي المؤمنين حتى تبع بعد ما مات الشعب الرسول كله، بتحمد منه. وتعرف ان الرسول كل كان يحبها الشعب اكثر كان من يكون كل معها. ضرائرها. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الله أم يحشرني مع الشعب ام كله، المؤمنين ومع الله رسول الله يا يعطيها رب. الصحة والعافية. ان شاء الله يا رب يا رسول الله بتشفع لي يوم القيامه، هني طلعت دفعت عنك قدام هذا الكلب دافع عن شنو؟ عن المرتد. مقتوله؟ دافعت عن أخلاقه اللي زي الزبالة؟ نعم نعم، بدي ادافع عن واحد مثلك زباله ما يفهم. اذا بدي اجيك بطريقه علميه رح تطلع لي بالف دربوس، لانك بندوق محربك، بتعرف الدين بالشعره، تعرف وتحرف، عرفت كيف؟ انت بتعرف كل شيء بس كل شيء تنكره، فما جيت انا دخلت عليك بهالطريقه هي مشان اخذ حقي منك، مشان افضي غضبي يروح. وانت بهاي الطريقة بعد ما اغتصبت نص نسوان الكرة الأرضية بأطفالهم، ها؟ بهذه لسه الله الطريقة عم دافعت يقتصبهم عن دينك بالكلام، وعن لسه على نبيك الواقع جايكم يا المغتصب؟ حبيبي، الواقع جايكم. راح نغتصب كل وحده، كل واحد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. دخلنا بلده، اسلمتم ولا ما اسلمتم راح ننيك امهاتكم. من الاخير هاي مثل على نبيك، بساط ها؟ احمدي، لا سياسه ولا قانون ولا دستور ولا ايري، اي واحد زنديقي كلب ما هو راح يسلم راح ننيك مرته. لهذا روحوا عن وجهنا، وايري بكل سلامكم، وايري باللايف، وايري بكل واحد بالتعليقات اللي عم يسبني وعم يشتمني وعم يقول لي انت ارهابي وشي. انتم نحن ما لنا ارهاب، انتم الارهابيين اللي قتلتوا خير الله من المسلمين وما حدا حكى عنكم. قد ضربته كيماوي، وضربته بالعراق، وضربته شوفوا يا بليبيا، اخوة، وضربته في لحظة كل مكان. اسكتوا شوية تسعة يا تيجي اخوة شوية، بتحكوا علي نحن القلة القليلة. الله يكون اسكت. بعوننا، ما قسم راح بالله يكون اليوم تجي عند بعونكم. واحد مسلم كلمتين طيبات انا بتشتري اقول قلبه. لك شو راح يصير معاكم يا قصي. شوية وراح تجيكم الطائرات السورية وتدقدق ابو سلسفين اهلكم، إن شاء الله يا جولانيكم رب، راح يا يهرب، رب أسألك جولانيكم المرتبة العالية جولانيكم راح يهرب. لا والمقام لا المحمود قصي، والحوض الممدود الذي لا، وعدته. وحوض الممدود، يا شو هذا الحوض الممدود؟ إن شاء الله. ما في حوض، يعني هذا كله بس كذب. بدي أقول لك شغلة، أنا شو عم يستناني في الآخرة. ويومئذ وجوه، في آية القرآن تقول لك ووجوه يومئذ مستبشرة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة شو وزبائن بتعملون في مبثوثة، السرر؟ ما فيها السرر كل مرفوعة الشغلات هاي. يعني شو؟ ها شو معنى السرر مرفوعة؟
سرور مرفوع، هذا السرير بيجي الله اعلم يعني، سرور مرفوع، السرور فوق الانهر او سرور او هيك شيء، فهمت كيف؟ يعني شيء يعني ما من السرير اذن بيكون سمعت وما من موجود عين كذا رات وما في خطر على مكان قلب بشر يا بكوكب صالح. ثاني. وانت بينك وبين حالك قسم بالله بتحب الاسلام، وانا حاضر لك كثير، انا بتابعك من زمان، انت بتحب بس ما بعرف. يا شوف انت ثلاث حالات، يا ماخذين منك شيء ومجبرينك انك تعمل هالعمل، يا انك عطوك راتب عالي وغشوا فيك وخلوك ترتد، يا اما صارت لك موقف عنصري وانك هيك من وقت كنت بالدعوة او شيء، او كنت تحس حالك مظلوم فانت ارتديت، ولا غيرها ثلاث شغلات. شوف، وباب التوبة مفتوح، ما ايمت انتهى باب التوبة، بس تطلع الشمس من المغرب او تغرغر النفس وما تبقى يمكن الله يغفر له. انا انصحك يعني، الله ما وانصح كل يقدر واحد يغفر، هو باللايفون عم ياخذ مسكين منك هربان. كلمة وشي، ترى تعرف ديروا انه بالكم. الله رب العالمين انصاب بغزة؟ تعرف انه رب العالمين انضرب في غزة؟ استغفر الله، قسم بالله لو هاي الدنيا تسوى عند الله جنح بعوضة، جنح ما بعوضة، بغض ما النظر رزق بها تساوي كافر، ولا لا، ما كان رايح رزق بها يطمن كافر، على لو اهل تسوى عند الله غزة. جنح بعوضة هاي الدنيا هاي. الله رب العالمين راح يطمن على اهل غزة، يا عيني اجت قذيفة ضربته يعني، لك فهو الآن حبيبي موجود في انت العناية وينك؟ المركزة لكن الرسول الآن ما الله وصل سبحانه وتعالى للمكان عنده هذا. ملك اسمه جبرائيل، جبرائيل عنده 600 جناح، لو ضرب الكوكب الارضي بالطرف جناحه لخسف الارض كيف بمن فيها. عرفت أنه عنده 600 جناح؟ طيب قوم لوط، جبرائيل اللي لحظة حطهم لحظة لحظة ونسفهم على لحظة الارض، احكي لنا هاي انصلي الايه، مو لحظة، تعرفها؟ كيف عرفت أنه جبريل عنده 600 جناح؟ حديث عن الرسول، شو وقت كيف شافه عرف الرسول أنه عنده 600 جناح؟ وقت اجاب الوحي. كيف لما إجاله الوحي هو كان جالس يقول جناح واحد، جناح اثنين، جناح ثلاثة، جناح أربعة، استغفر بيحسب الله يا زلمه. جناحاته؟ بس شوف شوف، بدي احكي لك، انت بدي احكي لنا قصه لوط وقت جبرائيل طلع فيهم أنا للسماء وخسف بحكي فيهم الارض، قصة احكي لوط، لنا اياها بربك. خليني أحكي لك قصة لوط. ايه قصة لوط عليه السلام، عليه إنه السلام. طبعا جماعة قوم لوط كانوا جماعة كلهم بعيد عنك دوداكية، تعرف شو الدوداكي؟ كلهم مثليين مختلطين مثليين. البنادر، بيحبون الرياجيل بالاختصار، تعرفوا ايه تعرف هذا الشيء. وطبعا لوط ما كان مثلهم يعني، وكان يحاول انه يجلس ويقول لهم يا جماعة ترى والله عيب، عيب انكم كل ما بتشوفون رجال بتروحوا تكون وتنطوا عليه. ابعت لي فبيقولوا حق يا نفس لوط، ارجلي خربته بسبب لحظة هذا بتكلم، الموضوع. لحظة قصير. فبيقول لهم كانوا بيقولوا لا ما لك دخل بينا، روح انت حافظ على طيزك وما لك دخل بطياز الناس، الناس رضيانه بطيازه، ما لك دخل، لا تدخل جوا كلاسين الناس، اوكي؟ اوكي، ما قام كان جبريل يقبل. جناك اختهم، ايه كمل. كيف؟ فالمهم في يوم من الايام رب العالمين شاف هذا القاي القريه كل يوم داخلين نيك على الرياجيل، نيك على الرياجيل، خلاص راح ينقرضوا يخرب بيتهم، والسيلان واقف واصل لاخر، والرشح والايدس والقريه صارت حالها حاله يعني مبعثره. فرب العالمين اجى جاب الملائكه، قال تعالوا تعال يا ابو الشباب، يلا روحوا انزلوا لهذه القريه، راح تلاقون لوط فيها، روحوا دمروا للقريه عن بكره ابيها الا لوط واللي معاه من المؤمنين. قالوا طيب يا رب العالمين. المهم الملائكه هوكس بوكس ابرا كدابرا عملوا يعني عملوا اجساد انسان، تعرف عشان لا يروحوا انا للوط. بدي اكمل، معلش انا كمل، لا بدي لا لا اكمل لا انا لا استاذ صالح شو لا صار، لا 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 بس لا الفقرة هاي بدي اكمل لا لك لا شو لا صار. لا 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 لسه المقطع المفضل عندي لسه ما اجى، عرفت كيف؟ المهم انه الملائكة صاروا بشكل شباب حلوين جمال، راحوا لعند بيت لوط. والله راحوا لعند بيت لوط، اتفضلوا، قال والله احنا جايين ضيوف وكذا، اهلا وسهلا يا رجباب، ترى يلا تعالوا، طلب من البنات يروح يعملوا اكل، قالوا تعالوا اجلسوا ناكل. والله الولية تبعه طبعا كانت زوجته، يعني كانت وحدة امرأة يعني بتحب السيكو سيكو من جماعة مليجي اللي بيروح ويجي، فشافت الشباب اللي جالسين وناس حلوين وامراته عيون مكحلة، والشباب السمر الشدات والبيض العجاف وما أدري شنو، والله راحت لعنده قال تعالوا لوط جايب 2 مزز، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الشعر ايه والعين ايه والمناخير ايه والأرداف ايه والمؤخرة ايه. فقالوا بجد؟ قال والله اجوا.
ركضوا لعند بيت لوط. اجوا لعند بيت لوط، قال طق 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 طق. فلوط اجا قال مين؟ قال لوط طلع لنا ضيوفك. قال يخرب بيتكم اتركوني من طي ضيوفي. قال يا لوط سمعنا كلام يذوب الحجر، بدنا اياهم الان في التو والساعه. ناو ناو لازم نعمل معاهم الان، ناو الان في التو واللحظه. يا شباب يا جماعه ترى ارجوكم. قال ما في. قال يا ربي شو اعمل هذولا؟ قال طيب يا شباب تعالوا نيكوا بناتي بدل ما نديكوا هذول الناس. قالوا يا لوط والله لو ننيكك انت شخصيا ما راح يكفي، ما فيش هذا الكلام عندنا. الضيوف الضيوف، وطبعا البنات سمعوا كلام هذا، قالوا انت شو بتعزم على نيكنا عند هذول الناس القنادر؟ بدك ينيكو حدا، خلي ينيكوك انت. ايش دخل احنا هذول جايين ورا الرياجيل؟ يخرب بيتك شو هذا القرف اللي انت بتقوله؟ والله طبعا لوط فكر فيها، قال اعرض عليهم مؤخرتي ما اعرض عليهم مؤخرتي، يمكن يعجبهم ممكن ما يعجبهم. بعدين قال استغفر الله شو هذا التفكير القندره اللي انا جاي منه، عرفت كيف؟ رجع للملائكه، رجع للملائكه قال ترى يا جماعه هذول حاط ما ادري مين القندره وهو بيطلع على زوجته، وعارف انه طريقته هي هاي حق يعني هي. طيب بيتكلم مع الملائكه بيقول والله يا جماعه ترى انا ما بعرف مين بنت القندره اللي راحت كلمتهم واخبرتهم انك انتم موجودين، بس الجماعه ترى انا اسف والله كنت اتمنى اني ما اسلمكم الهم ويجوا ينيكوا ابو عرضكم، ولكن قومي مزاج قندره شو اسوي لهم؟ فطبعا الملائكه قال لا تخاف، انت طيزك في ايدي امينه واحنا طيزنا في ايادي امينه، وطيز بناتك كمان في ايادي امينه، ومن اليان فصاعدا لا طيز بعد اليوم، لن يكون هناك نكريا جيلة بعد اليوم. اطلع انت وزوجتك واهلك ولا تلتفتوا ورا، لانه راح ننيك ابو اخواته. عرفت كيف؟ بالضبط مثل ما انت تقول هكذا. ملائكة مزاج يعني، انت مثل بالضبط شفت انت كيف كنت متحمس انه راح ننيك عرضهم وراح نعمل ما ادري شنو. اه تمام، لحظة احكي لي لحظة آخر فقرة، لحظة ها احكي قالوا لي آخر فقرة شو راح صار. نعمل هذا الشيء لحظة. فالمهم اجوا، وطبعا لوط طلع والولية تبعه طبعا لأنها كانت وحدة فضولية حشرية بتحب قومها، اطلعت وراه فهي ماتت في الطريق يا عيني. فهذه هي قصة لوط ببساطة شديدة، دمروا أبو سلسفينا لهم. آه الله يا عيني عليك طيز عليك يا عيني الملائكة عليك، وطيز لوط عليه الله السلام. صرت تفهم. شفت شو يصير باللي عرض بالإسلام؟ شفت الله شو عمل فيهم؟ خسف فيهم الأرض، هناك بادهم عن بكرة أبيهم. هذا اللي طلعت بيه من القصة، ما شفت انه لوط كان بيعرض بناته عشان يحمي طيز ضيوفه. أول شيء هو لوط، شوف لوط حكيم، يعرف إنه هن ما بيقربوا على البنات، فهو قال هيك. فهمت كيف؟ مالك أنت أذكى من لوط، مالك أذكى لا أنت من انا اذكى الأنبياء اللي بكثير الله من بتحكي. لوط. فهمت كيف؟ تاني شغلة أنا خليتك تقرأ القصة عشان أوصلك لآخر فقرة، إنه شو صار فيهم وقت عادوا الله وعادوا الرسول. فهمت كيف؟ فلا تجي تقول طب لي كذا ومذا، ليش وأنت هذه مفكر القصة حالك ما راح تكررت؟ تلحق العالم، تلحق على التيك مليونات توك، قسم ما بالله هذول تكررت. اليوم لحظة كلهم عم لحظة يتفرجوا ليش ما يضحكوا، الله تكررت؟ بصير صلاة الظهر كلهم لحظة يروحوا على اسكت الصلاة. شوية، ليش هاي القصة ما تكررت في الدول التي فيها المثلية يا قصي؟ وين ما تكررت؟ لا والله عندنا متكررة، وكل بسوريا كلها أبدا متكررة. أبدا، في كل العالم في مثليين. إيه وين في كل العالم؟ السعودية فيها مثلية؟ كل العالم فيها مثلية، السعودية فيها مثلية؟ كل العالم. ليش ربك ما بيرسل له ملائكة؟ لا لا، بس في أوروبا، بس في أوروبا. لا مش في أوروبا، موجود في المغرب، في لبنان، آه في في العراق. أنت أستاذ صالح أدرى مني، في حديث يقول لك ما تقوم الساعة، بس خليني أقول لك شغلة، والله ما لا بيقرب على الناس جاوبني جاوبني، إلا ما بما يضل انك ولا انت شخص يقول لا إله إلا لحظة يا محمد رسول قصي، الله. بما انك انت تعتقد انه شو بيسموهم، انه ربنا شوف شو بيعمل. هذا في ناس لوطيين الان في كل الاماكن، على فكرة في افغانستان في لوطية اكثر مما موجود في اوروبا كلها. نعم صحيح، الله شوف ليش ابو، ربنا ما بيرسل عليهم حجارة من السماء ويرسل اليهم ملائكة؟ تمام خليني اجاوبك. اليوم انت طبيب، تمام، اليوم اعتبر حالك انت طبيب، واجى لعندك ولد صغير وقال لك
انت مالك طبيب، واذا كنت طبيب يلا اقطع لي ايدي، هيك بيقلك. انت بتطلع عليه بتقطع له ايده شيء؟ لا، عرفت كيف؟ تتركه. انا بعدين ما الله عندي سبحانه دخل وتعالى في حكمة فيهم، انه ما عندي تركهم، دخل. يمكن يتوبوا، يمكن يرجعوا، يمكن شوف شو مضى من حجة يوم القيامة، ما ظل لهم حجة عند الله، انه عيشهم حياتهم كاملة. وصاي اصبر اسكت شوية. انت اللي بتقول، انت شفت ربنا شو بيعمل؟ ما بيعمل ولا حاجة، هذه قصة كذبة يعني مش حقيقية. مين قال لك انه كذبة؟ مش مين قال لي؟ ما في لها اي حاجة، كذب كله كذب، ما فيش حاجة اسمها لوط وكذا، يعني ما فيش شخص اسمه لوط. ما في شخص اسمه لوط. انت ماخذ مقلب في القرآن، يعني انت تمام، بتتبع شوف شوف كتاب، شوف تمام. انت بتتبع كتاب كله استاذ صالح اكاذيب. بدي احاورك علمي والله، شوف هل بطلت تعرف سبك. شوف يا قصي انه قصص القرآن مأخوذة من التوراة؟ لأن القرآن هو كتاب حرامي. استغفر الله يا زلمة، والله انت قارئ التوراة؟ لا انا ما بقرا غير القران. اذا بتقرأ التوراة وقتها راح تعرف ان القرآن كله قصصه مسروقة من التوراة، وهناك في القصة طويلة، مش قصة جزء هكذا وما بتفهم منه شيء. بس يا شوف يا صالح، انت اليوم تعرف القرآن منيح، في شغلات يعني اعجاز علمي، في كثير شغلات انت ما في بتعرف انه إعجاز اكتشفوها علمي، بالعلم، يعني لو كانوا في جاهل او أمور كاتب ايد ما مخالفة يعرفوا. للعلم، ها استاذ صالح، في أمور مخالفة للعلم. مثل النحل يقول لك ويخرج عسل من بطونهم، طيب هذول شو عرفوا؟ العسل ما بيخرج من بطون النحل. هذا لو لا لا تروح تقرأ عنه بيخرج، راح يعني من يضربك، وين اللي يخرج يا كتب رجل؟ هذا الكلام أهبل. المهم شوف يا صالح، انا ما راح اوصل معك لنتيجة ولا راح توصل معي لنتيجة. انا طلعت بعد ما الله فشيت قهري فيك، ولسه ما فشيته أنا قسم بالله، لو اني قدامك بدي أريدك اكله بس. تفكر. هاي الشريعة اللي بتخليك تقبل باغتصاب أمك وأخواتك، اللي بتخليك تقبل باغتصاب طفلة صغيرة، اللي بتخليك تتبع نبي مغتصب لطفلة عمرها 9 سنوات، هذه شريعة مستحيل أنها تكون شريعة من رب العالمين. فكر في هذا الكلام بينك وبين نفسك، وكررها بينك وبين نفسك، وفكر هل من اللائق بنبي عظيم أنه يروح يعني يفتح رجول لطفلة عمرها 9 سنين وينكحها؟ هذا معناته أنه هذا النبي مش ما عندوش أخلاق صراحة، يا ما صالح يمكن أنه انا يكون وتكون نبي مسلم، عظيم. شوف شوف انا وتكون مسلم، ما في ابن مره يجي يحسن يغتصب امي او يغتصب اختي او يغتصب شرفي. هاي اول شغله. ثاني شغله، انت عم تقول انه لا، نحن أنت اقتصر قلت 9 سنين، إذا والله كنا تعال بدي احكي لك كعتاد الجد، عادي يقبل. نحن من 1400 سنه لليوم شفت حدا من انه اتبع السنه هي تبع الرسول انه اغتصب عم بنت عمرها 9 سنين؟ ما حدا عملها، صح ولا لا؟ آخرهم يعني مو فقط اغتصب طفلة، اغتصب حتى الأولاد في المسجد. وين؟ هذا في العراق، مؤذن ومعلم قرآن. وهناك على فكرة في طفلة، في شو كان اسمها الطفلة اللبنانية اللي حكموا، خالها اغتصبها، عرفت كيف؟ و أخطاء فردية بس ما قالوا إنه لا الإسلام لا لا بده لا يغتصبه، لا لا فهمت كيف؟ يعني ولو أخطاء. انت تكتب، في اليوتيوب، بما انه باقي عندك باقة من الانترنت، اكتب زواج القاصرات، راح تلاقي عشرات الفيديوهات اللي تتكلم عن اغتصاب الاطفال باسم الزواج. أنت شمتان فيني لأنني عم تقول لي باقة وما باقة، أسألك بالله شمتان؟ لا والله مو شبتان، والله لو اقدر اني اشتري لك باقة الان راح اعمل لك لا الله اياها. يسامحك، بس بما إنه لا تشمت، إنه شوف ابدا ما فرق. بشمت، ما انا اسف اذا فهمتها هيك، انا ما بشمت في هذا. لا تمام يا صالح تمام، أنا أسأل الله أن يهديك وأسأل الله أن يرشدك على الطريق الصح. الله ما يقدر يهديني، وشوف لانه أنت زلمة الوضع اللي كبير انا والله، عندي ويعني اول حتى بكل دقنك هي الهبل اللي هو بيقوله. وجهك سبحان الله نير، بس أفعالك شنيعة، يعني انا سبحان الله وجهي إلى حتة، نير، شوف تعرف ما ليش؟ أجملها يا زلمة. لانه اخلاقي عالية، لانه ما بدعو الى امور غير اخلاقية. طيب بدي أشكل معك الشغلة، أنت عم مرة أنت من فترة سمعتك عم تحكي إنه البنات اللي بيروحوا على الحج بدقوا فيهم يغتصبوهم، صح ولا لا؟ أنت حكيت لا، هالكلام مش ولا لا؟ يغتصبوهم، بيلزقوا انفسهم فيهم. إيه طيب. طيب انت عندك بالسويد كيف بتقول انه الزلمه، انه انا ما بشتهي اني بطلع عليها ولا ادق في البنت اذا ما كانت اجت نفسي عليها، وتقول في مكه بدقوا فيها؟ ايه، طيب لانه كيف انت انا انسان، لحظة الان راح اشرح لك، لانه انا انسان مش مكبوت جنسيا. انا عشان تصير عندي شهوة جنسية تجاه فتاة
لازم أحبها، بتحبني، أشوف رغبتها في عينها، وأشوف هي تشوف رغبتي، ألمس إيدها، أضمها، ألبوسها، وقتها تثير شهوتي وممكن أنام معها. بينما هذول الناس مثل الحيوانات، ها، مثل اللي هكذا مكبوتين مثلك هكذا، لا يعني لا بدهم أي حدا صالح، يجي يختص. لحظة اكثر خليني اكثر أكمل، الدين عنا هو لحظة اللي حرر لحظة شلل. خليني شوف شوف، أكمل عنا أكمل لك الاسلام حلل الاربعه، الآن. أنت سامعك لحظة كبت جنسي، لحظة يا حلك عمي، ملك لحظة اليمين، لحظة يا عمي، حلل كذا. اسكت شوية، عرفت كيف؟ اطلع على الفيديو، كلهم شوفوا كيف بيلتصقوا بيحسسوا على أجسام النساء في الحج، يعني وهم لابسين لا ملاية سر حولهم. الله. هذا هو الفرق بيني وبينهم، ومش بيني وبينهم، في كل الناس بأوروبا هنا إلا قلة قليلة، كل الناس مثلي هنا أنا في أوروبا، بحيث إنه عشان يروحوا يمارسوا الجنس مع فتاة لابد أن تكون في رغبة من الطرفين، عرفت كيف؟ فإذا ما في رغبة الواحد ما يقدر يشتهي وحدة، ما هي ما بتشتهي، بيروح أنت المكان بتعرف بيروح. إنه الرجل إذا دعا مرته على الفراش وما جاءت الملائكة تلعنها للصبح، الزوجة بالإسلام، تعرف هالشيء ولا لا؟ بعرف دين قندرة بعيد عنك. لا ما هو قندرة، بس عشان يظل كبت جنسي مثل ما عم بتقولوا لا حجاج. هو لأنه في كبت جنسي، لأنه هذا الرجال القندرة لما بيطلب زوجته قلقوله أهم من صحة ومن مزاج هاي المرأة اللي ما بتلبي. أنت الآن يعني فضحت نفسك، على فضحت دينك، على فضحت لا لا، عشان ما هويتك. تقول انه في كبت جنسي، عشان ما تفكر انه المسلمين احنا لا الشرح هو هذا حللنا معناته اربعه. إنه في كبت جنسي. شوف شوف، تعرف نحن إنه اكثر النبي مسلم ما يسوع عندنا كبت عمل؟ جنسي يا حبيبي، تعرف إنه وانتم اللي النبي عندكم، يسوع عمل عشان لان ناخذ لك الزواج غالي، حقوقك؟ المهور غالي، العادات غاليه، كل شيء غالي. نبيك مرة كان جالس بين الصحابة، فإجت مرة مرت من قدامه، قام شهوته، راح على طول عمل ممارسة الجنس مع زينب. أنت مستوعب المستوى الزبالة اللي كان فيه هذول الناس اللي الرسول بدهم يكونون عمل، مثله؟ ما فهمت شو قلت لي آخر كلمتين. يعني كان جالس بين الصحابة، مرت مرة من عنده شهوته، قام مجرد يطلع على مرة شهوته قام. ايه انا اليوم اذا شفت مرة والله لابست لي قصير ولابست لي مطلعة بزازة، في طبيعي المدينة، يا بدي يجي في عليها، بدي المدينة اروح. الناس كانت تلبس قصير؟ ها في المدينة الناس كانت تلبس قصير؟ لا بس انه يعني اكيد، يعني كيف تغلق طالعة متبرج او طالعة شيء او ما هذا في او شيء متبرج مبين، في المدينة، يعني بالنهاية الرسول بشر، ما هو عرفت كيف، مثله مثلنا مثل كل يعني الناس. لما بيطلع على مرة طلع على وين عشان يهيج عليها؟ يا أخي اليوم أنا واحد، وين إذا تطلع المكان علي اللي وحدة بيفهم؟ متبرجة لحظة يمكن قصي، بيشتهي، فهمت قصي، كيف؟ بعدين وين هو راعد المكان؟ نسوان لحظة وحلال، قصي، ما لحظة راح فعل بها هي. لحظة، وين المكان اللي أنت ممكن تطلع فيه على مرة يثير شهوتك؟ على بزها وطيزها من الآخر. مثلا هل الرسول كان يطلع على بزها وطيزها؟ ما بعرف، الله أعلم. إذا كان كيف قامت شهوته؟ انا يعني كل هي الشغله من انسان الآن أنا لانسان تختلف، انا خليني بالنسبه لي أشرح هيك لك قلت شغلة لك شو ثانية. وين هل طلع. أنت ترضى، على قولة مولانا الدكتور خالد، هل أنت ترضى إنه لو هاي زوجتك أو أمك أو أختك، إنه النبي يهيج عليها على بزة وطيزة لأنها مرت من قدامه؟ انا اذا اختي تطلع متبرجه بكسر ايدها. مش متبرجة، ما كان في حدا متبرجة. وعشان ازيدك من الشعر بيت، انا عندي 11 اخ وما عندي ولا اخت الحمد لله، فهمت كيف؟ طيب، عشان ما تجي كل شيء تضرب لي معنا وتضرب لي الارز وتضرب لي هل شيء. أنت ترضى؟ طيب، ما هو باين إنه ما عندك أخت يعني يا عيني. ولكن هل ترضى أن أمك يعني تمر من عند الرسول فيطلع على بزة وطيزة فيهيج عليها؟ لك استاذ صالح، شوف شوف انت، انا فهمتك، انت شوف وين بتروح وين بتركز، بتركز على القصص الجنسية فقط، على قد بالك انسان والله العظيم. يعني بعيد حتى هي عنك اصلا بالدين حرام، عيب الإسلام، تسال الشيخ، يعني الشريعة مالك عين؟ الله بدي الإسلامية، اروح اسال الشيخ، انا قصي بدي اقول له قصي هالكلام هذا، بدي الشريعة اعصب، يعني بدي الإسلامية مالي عين اني احكي له هالقصه هاي. الشريعة الإسلامية قصي خليني أقول لك، الشريعة الإسلامية كله زايد 18 وداعتك. طيب انت حكيت القبيحات، احكي المليحات عن الرسول، اسالك بالله، احكي لك جاوبني كموقف أنت حلو. أول حاجة، جاوبني على هذا السؤال، هل أنت ترضى لو أمك تمشي قدام الرسول ها يطلع على طيزة وبزازة فيهيج عليها؟ ترضى بهذا؟ لا انا ما برضى، لكن كيف ترضاها بس على شوف لسان هي أمك؟ كانت متبرجه. شوف انت ما هذيك كانت المره سمعتها وقلت متبرجة، القصه، قلت لي ما كان صدرها كبير وكان طالع وشيء وهاج عليها وقتها، يعني مو صدرها معقول كبير انه واحد انسان بده بدون هي لابسه كل اسود من فوق لتحت بده يطلع ويهيج عليها، والله، فهمت بعد كيف؟ مزاج الرسول بعيد عنك، ها مزاج قندرة.
طيب انت حكيت المساء، حكينا كم مليحة من الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يطعم مشهور. الناس، كيف كان يطعم المساكين، بس كم قصة منيحات عنه. اوكي امين، ما لحظة هو امين؟ خليني اتذكر. امين، احكي لنا عن امانته وصدقه بين الناس اوكي وسمعته لحظة الطيبة. خليني اتذكر. يا حاج طلعت تتذكر، انا معليش اقول لك، انا شوف لحظة لحظة لحظة، ايه، لا هذا كان عيسى مو هو. أربعين سنة ما تلاقي شيء مليح عنده، يخرب بيتك يا زلمة، تعرف كل شيء، قسم بالله، بس ما بدك تحكي. لا لا لحظة لحظة لحظة، ضيعت الفكرة، يخرب بيتك أنت. لحظة اصبر شوية. ممكن أأجل الجواب؟ شوف انت عم تستفزني، عم تقول لي يا قصي المرة سبني. الجاية، لا أو ممكن يمكن تأجله، احكي، أول انا بدي إذن احكي لك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اصدق أحاول واحد في المدينة، وكان امن واحد في المدينة، وكانت أوعدك اخلاقه أقول عالية. المرة الجاية اللي راح تيجي، عشان ما أكون كذاب، أحاول إني ألاقي لك يعني أكثر من شغلة، أوكي؟ لا انا اقول لك، الرسول كان صدق وكان امين، لا ما وكان كان صادق، كان كذاب. الرسول لك اذا قريش اعدائه نفسهم شهدوا له على بالامان طول قريش وبالصدق، كانوا مين انت اللي يقولون تجي تشهد إنه ضده؟ يعني إن هذا إلا ساحر كذاب. استغفر الله. ايه هم قريش قالوا عنه كانت ساحر مثل تتهمه ما قلت انت، بالكذب، وقالوا عنه شيء، بس ما قالوا لا عنه كذاب، والله قالوا ما راح عنه تفلحوا اذا مهلوس، قالوا تشتغلوا عنه كل بالليل العبر. معه. حبيبي يا رسول الله، والله يحشرني معك يا رب، وعلى عناد كل واحد مضغوط، وكل واحد بالتعليقات سبني او غلط علي، الله لي يسامحك. واذا كنت انت قاصد متقصد عم تسبني، بدي نيكا لامك ونيكا لاختك، بس ترجع سوريا ولا ترجعوا. اذا رجعتوا بدنا نيك اختكم، واذا ما رجعتوا بدنا نيك اختكم، لهيك لا ترجعوا ابدا، على يا حالتين لا رسول، على ترجعوا. كمية النيك اللي أنت محتاج إنك تمارسه يا قصي. ماني محتاج حدا، بس انت استفزتني، عم اقول لك قول شغلتين منيحات عن الرسول، وأي قلت لي حدا اياك اكثر شيء. يستفزك بتروح شوف انت لحظة، كيف مسيس مني انك ما بتحكي ولا شغله منيحه. قصي، أي حدا بيستفزك تروح تنيك أخته؟ لا بس اشكالك اللي هيك اللي استفزوني كثير بدي اسيبهم، يعني مستاهلوا. الله يا قصي، خلاص يكفي، خلينا نصعد الله غيرك، معك، أوكي؟ طلع غيري بكسها. تمام؟ تمام، انا بدي احضرك بعد ما خلصت. يا نهار اسود على قصي وايام السودة اللي جاية، يا نهار اسود على قصي. يا نهار اسود على الكائنات الغريبة اللي موجودة عند هذه الجبهة الحقيرة اللي اسمها جبهة النصرة. السلام عليكم، عليك السلام يا هلا. ممكن أسألك سؤال؟ عادي. أنت كنت متبع أي مذهب؟ طريقة الصالحية. الصالحية هذه تقدر تكلمني عنها؟ أشرحها الصالحية لي. ركنان. نعم؟ الصالحية ركنان، أن لا تؤذي أحد، وتسعى أن تكون سعيدا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب ما تأذي أحد، وأنت ليه تأذي رسولنا وتدعي